انا دي هو دي عارف رجولتك مكلمه انت معايا كنت قلت له خلاص يا اخي خلاص والله العظيم تمت ما فيش حد جاي لكن هي دي يكونوا فاكره احمد السرسبه مش سرسبه مش سرسبه قلت له كنت فيها عفاف انتوا بتسرسب عليا يعني وقلت له عليك انتوا مش من دقيقه دي راحت ماشيه انا قلت عليك كنت راحت ماشيه راحت فين راحت مش سرسبه مش سرسبه مش سرسبه مش سرسبه قلت له غفله اوقف اوقف انا قلت له انت بتسرسب دي بتتحرك لكن هي دي كانت راحت فين ولا دي اللي عارف انجح حاجه ما مش حاجه روحت دي اي اي ما انا صورت الدين اي 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 دجورو عليا يعني وكنت تمشي انت معاها كنت انت قدامها والله العظيم ثلاثة منكم متثبتين انا دي اللي هتروح تمشي دوران انا قلت ماشي دوران دوران وروح عمر كنت بتعلق كنت عليا كنت ماشية منية انا ما انا ماشية بيا والله العظيم كنت بتلت عليا دي انا كنت له عيب والله العظيم دي علي يعني دي راح اديته لفه الدرج 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 يخطيك انت ممكن من الاول يابا لو سمحت معلش من الاول وحرف حرف لا سيبك وامشي انا ما فهمتش جمله ممكن يعني انتوا بعلمكم كنت عليا معلش انا غبي انت واضح بسم الله ما شاء الله وانا غبي اعمل ايه بدي ايه كنت في كده كلمه كلمه يابا لو سمحت اتفضل دخلتوا لك حد ايه الموضوع ابراهيم الله يخرب بيت ابو ابراهيم مزفل وانت فاكرني مش فاهمها ما انا عارف ابراهيم انا بتكلم على البلاوي اللي بعد ايه الحكايه انا ايوه قلت حمر دوح حرب الحمد لله كنت عندك كنت ما فيش حد يعني ما بعضين يعني انت كنت انت فين ويدي الكد عليا انت كنت ماشي عليا انا والله العظيم ثلاثة ما كنت ماشي على كده انا ما عارف انا دي عارفه دي عارفه دي ماشي الدنيا كلها قلت له كل الصبر ياخذ الجزمه دي هي دي راحت من السبسبة من السبسبة مش قلت له خلاص انت من السبسبة عليا روحت ماشية مشي دي عليا كنت رمي دي رمي دي ايوه هي أيوة دي هي دي لو عارفك بالجزمة دي بالجزمة دي راحت من السبسبة قلت له على وطابة بالجزمة دي بتتحرك من راحت فين لكن هي دي كانت راحت فين انا مش هحط دين اي 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 عيب اي 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 انا مري عارفه دي يا ماشية دي لكن هي دي انا ولي على كنت مش انا دي كنت كنت حتى لما كنت قلت لك صبر يا اخي صبر رحت مشي دوران انا قلت ماشي دوران دوران وراح عم تقول على لك انت لكن هدول مش الدنيا دنيا راح بدك لفه الدرج 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 يردك انت لا ما يرضنيش اضرب على بابا على اثنين في الكباره وكانت هي عاوزه كان عليك كانت تخلص نهار بقى بحرق علينا ايه صح ولا لا صح والله يعني العربور عندي كل عربور عندي نحن نطحن بحن بحن حن يا بعض انا من قلت تعال هي اللي عنده يقول قاعد كاك ما هو دي ولا طوق انت بتجزم لا حول ولا قوه الا بالله صل على النبي يا ابو عليك السلام بص انا خلصت لك الموضوع أيوه. هو لا يتخفي اسمه من الدنيا ابراهيم زفت هو وعيلته معوض يتحرك اسمه ما تجيبليش اسمه تاني مش ولا هو اللي عليه الكلام برضو حريكي برضو حريكي وراح حريكي وراح حك من السبسبه من السبسبه وقلت ورا يلا يا راجل والله ما انا قاعد معاك قد قد يا عم امشي قد قد انت هتجنننا يابا تعمل لي ممكن تسيبك كنت بدي مسعد تقول عليا والله انا خاف عليك انت اللي تعاطى كنت في كتير الله يرحمك يما انا دلوقتي عرفت انت اتشليتي ليه قبل ما تموتي مالك انت فيك قاعد عدو وكنت كل لما اقول هربنا عيش فيك تقول لي سيبنا انا زهقانه يا ابن الكلب عايز اموت مال هي دي اللي عارفه ضدك انت انا عرفت انت زهقانه من مين يا امه مال انت دي انا عارفه دي يا عم حرام وديت الوليه وداخل علي ارحمنا ليه هي دي عارفه دي مش ابويا تهبل يا ناس يا دي انت عدو فيك انت ايه ايوه شيل شنبك ده هو اللي بيفتت الكلام الكتير ده شيء ما هي دي انت عارفه كنت انت اسكت ليه عارف اقول عليك انت يابا تعالى اجيب دكتور مالك انت فيك ايه صبر يا اخي صبر صبر ماني صابر ده انت لو مش ابويا كنت ولعت فيك تعالى ايه الموضوع واحده واحده هموت منك واحده واحده ها ايه الحكايه ابراهيم معاك اللي هيولع مطرح ما قاعد هو وعيلته يا عم سيبك منه مش عايز اسامي في الحكايه قول لي الحكايه على طول ها انا مفهومه قلت حمر دوح رحلان ما تدري هي دي هي دي قفشتها هي دي ايوه قلت حمر دوح دي بتدوخني والله يا أيوة. هي عارفه دي انهي شعب في الكره الارضيه بيتكلم اللغه الزفت دي بردوح ريح يا بردوح ريح مين يا عم اسكت يعني كنت انا كنت عليا يا عم ما تجنناش هو دي تعرف كنت بتقول صابر كاك 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 عليا كنت بتكلم يعني انت مفهومه كاك كاك مش عجبك
سيدي مالك انت اللي جيت على امك عليا؟ انا ابو امك ابوك يا لتي، انا ابو امك عليا. انا دي عارف ودركم بالتسمه دي والله العظيم. ضحضح 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 اردين من حرد يا انا حرد. وانت فاكرني مش سامع؟ انا مش فاهم. انا اللي عارف كنت عليا، انا عارف ومشان عليا بنت في الكبده. ماشي مالك انت على كنت انا دي والله العظيم ما هتكلم معاك. ما هو دي عارفه دي، هو دي عارفه دي مش عارفه دي. انا اللي جه حد بيوصلني يا حرور عملنا واعي. على اسم الدنيا كده والنبي اخت ابراهيم معوض، اخت ابراهيم الله يحرقه هو واخته، سيبنا منه على ودور بالستين. ماشي حلو ماشي، يلا كلم في التليفون مع نفسي. لا انا كنت فيك ايه؟ كاكا كاكا دحردم دي زيرو كام دحردم دي؟ عشان لو سافرنا نعرف نتكلم من انهي بلد يعني. دحردم نوح شيح كمون. انت بتكلم حبه البركه؟ انا عارف كنت فيك انت. بتكلم مين عند العطار يا نمس؟ ارخمي كده توك 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 درن درن. انت اللي بترن كمان يا نهار اسود. درن درن هاي هاي الله يا ابو العمود انت مش هدية دي عليا دي. ايوه ابي على كنتي والله العظيم راحت المخبوز جبل تزمك عليا. ابا 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 انت في حد فاهمك الناحيه الثانيه؟ ما تعرفوش انت انت مين عارفك انت؟ لو النبي ابو انت اوعى لا اكون انا الوحيد لهبل، انت مفهوم؟ لا ما عارفك انت مش يعني انت عارفك. طب انت بتكلم مين يا ابراهيم معوض؟ يخرب بيته ما انا عارفك انت عليا. انت يا عم زهقت انا. ليه عارفك انت كشانيه؟ انت عايز ايه ولا اقوم انا؟ متضايق. متضايق من ايه؟ من مين؟ ليه؟ نعم اللي خلاك تسكت على ناس تمسخروا عليك في القطر، تسكت على ناس اللي متخسر ابو في المولد. يا اخويا ما انت بتسكت على بلاوي ومحدش بيعاتبك ليه؟ انهي وقت دي؟ انا اقربها من ربع ساعه لما شعبولة تمسخر عليك وانت كبير المولد، سكت ولا؟ سكت. والحكايه الاسطوريه اللي كل مولود يجي في العيله تاخدوه، يا ولدي عندنا ارض على مدد الشوف فيها وفيها والتاريخ قال وعاد، وخدوها منكم، سكت ولا؟ سكت. طب عايزنا نهببها احنا؟ ايوه بس كنت فاكر ان ربنا رزقني بولد صالح ياخد الحق ياخد بطاري. والله يا ربنا رزقك بالولد الصالح يابا، انا كنت ناوي اخليها مفاجاه، انت استعجلت على الموت. هو سؤال واحد ما فيش غيره، مين ابراهيم معوض؟ انا هنسى كل حاجه وعايز الراجل ده. ساكن فين؟ تعال يا بعيد يا بعيب يا بونا هتخك عيب. ده انا بفرحك بالحته الجديده بتاعت ولدك عشان تطمن، ايه رايك؟ زين دي روسي، سلاح روسي استخدموه الالمان في الحرب العالميه 18 طلقة. يا ابو يا ابو جبتوا منين ده؟ لينا ناس في باريس بيجيبوا لنا عن طريق دمياط مع المشبك. شوف ابو انسان شوف الجمال ده. انت مبسوط صح؟ بص يا ابو انا مرتاح، انا هكتب لك شعبوله واللي تشاور عليه مبسوط. انت حنفي يتجوزني على طول اول ما اشوف الكمبيوتر ده. غزلان فوقه غزلان يا غزلان. نعم ايه؟ تعال تعال. الله اكبر، ايه المفاجاه دي؟ ايه رايك؟ فظيع. جبتوه منين التلفزيون ده؟ ده حجمه رهيب ولونه فظيع. ده كام بوصه غزلان؟ ده ايه ده؟ التلفزيون. ايه؟ امال ايه؟ ما الشاشه ايه؟ كمبيوتر. ايه؟ كمبيوتر. برافو عليك، انا كنت بختبرك. يا ويلك لو كنت غلطتي كنت هتموتي. مبروك. فين الحاجات الباقيه؟ حاجات ايه؟ حاجات ايه؟ نصب عليك ولا ايه؟ ايه يا اخويا نصب عليا ليه؟ في شنطه بتيجي معاها صغيره فيها السايت والانترنت والايميل والحاجات دي كلها. ما خدتيهاش؟ الراجل نصب عليا؟ انا هجيبها لك بس على شرط. ايه؟ توقفي جنبي في البلوة اللي انا فيها. انت عندك بلوة يا اخويا؟ يعني انت ايه النعومه والنوم اللي انت يا اخويا؟ ابدا. ما انت عارفه كل حاجه والناس قالوا لي انت عارفه.
الخناقه اللي بين ابويا وشعبولة مش قدامي. طب ابوك وشعبولة وانت تقفي ساكته كده، مش يعني عمك اللي مربيكي؟ يلا الحمد لله فضحكوا بقى بجلاجل. هنعمل ايه طيب؟ الحمد لله انك جيت بألف سلامه. الحمد لله. حضره افوكاتو قد الدنيا. افوكاتو انت لسه فاكره انا سبت كليه حقوق في اسكندريه؟ يا نهار اسود. واسود ليه؟ عندي مصاريف وبشتغل ومعايا ثانويه عامه. يعني اشتغلت الحمد لله. اشتغلت فين؟ في شركه الغزل والنسيج في اسكندريه. بجد؟ اه والله يا غزلان. اول ما رحت عملوا لي اختبار ووقفوني ولفوا عليا الخيط الصوب بتاع البلوفرات ده. ثلاث ايام احتمال طلعت الاول على المتسابقين. اشتغلت بكره؟ ايوه اشتغلت بكره. ليكي دعوه؟ انا فاهم اللي في دماغكم. عايزين ايه؟ ريح ابوك يا اخويا نفسه يشوف ابنه بطل. هو عشان اريحه لازم اتخانق واقتل؟ هو انا عشان ربنا اداني جسم مارد افتري على الغلابه؟ ايه اللي افتري ده؟ اعمل ايه؟ طلع عليك يا اخويا، كانت الخايبين نقرب لما النقر تغلى. يا بنتي انا جاي لك عشان تساعديني، هتقعدي تقولي لي في امثال؟ هو كده. اعمل ايه؟ انت لو جدعه وعايزه تخلصي الموضوع روحي لابويا، هو بيسمع كلامك وبيحبك، قولي له ان انا غيركم، انتوا خدتوا على المشاكل في المولد، انا عايز اعيش براحتي، اسافر اجي اتجوز كده. ايه؟ اتجوز. طب ما تقول كده من الصبح. ايه؟ سيبك من ابوك بقى. ايه؟ قول لي مواصفات البنت اللي انت عايز تتجوزها. مواصفات ايه ونيله ايه؟ مسمار 10، اوصف ايه ونيل ايه؟ اكذب بس بنت حلال، على الاقل مش هتكلفني تعريفه في الجواز. اشمعنى؟ مش هجيب لها اوضه نوم. ليه؟ بتنام في جراب الموبايل. ولا قميص نوم واحد. ليه؟ منديل كلينكس يغرقها وتعيش بيه. بس مش همشي من هنا لما تقول لي خطه، والله ابويا مكتئب. أنا راح عالمولد والواد شعبول اللي عنده نمرة هناك. راح فين؟ راح عالمولد والواد شعبول اللي عنده نمرة هناك. عايز حلتيها بقى. انت حلتيها؟ حليت ايه؟ المولد زحمة محدش يعرف حد. محدش يعرف. انا هأجر عيال بلطجية ونخلص منه بقى. مين دول؟ انا هجيبهم. انت مين؟ مين دول؟ عيال اللي بتجيبه تحت رجل ابوك. انا غزلان؟ بلاش جايش تجي لك من ابويا تقولي لي نفس الكلام؟ ابقي افرحي بقى ما نتجوز في السجن. اسبقي عالمولد. ولا حسن. طوال واقفين جنب بعض. مال جاهز؟ سد الكوبري زي ما اتفقنا. يلا. هو هنا؟ ايوه. مع سلاح؟ كتير قوي. مع رداله؟ خراب كتير. انت بتخوفينا. هتشوفي. سلام عليكم. عليكم سلام. 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 ايه ده؟ ايه؟ فارس بيت ربنا لا يفوت هيموت. والله عليك. استنى استنى استنى. اول مره نيجي المولد ده. حلو يا بابا. جميل جميل جميل. يا اهلا وسهلا. يا اهلا يا اهلا. اهلا اهلا. الاخوه منين؟ من عرايش. عرايش. ايه؟ عرايش. اكواكس اسمها عرايشه. يلا يا جهله. عرايشه تتقال الحريم الرجاله نقول عرايش.
جاهزة؟ جاهزة. كله تمام؟ تمام. يلا قدميه. ولان يا سادة. تعال تعال اي حاجة كده ولا كده فهمونا. فهمونا. بقول لك ايه؟ اول ما تخش يابا سيبني في حالي بدل ما تلاقي الطلقة تيجي في عينك انت والنبي تسكت. مالك انت مواهيدك انت حصلت يا عم انت مقطرني. بقول لك ده سلاح روسي ما تخافش. شايف الفهوة الصغيرة دي؟ مالها دي؟ دي فهوة صغيرة بس جبارة. ساعة الجد بتطلع طيارات ودبابات ومقاتلات هتشوف. بس ادعي انت بس. مرحب فين؟ الفهوة اللي دخلت علينا يا دياب. كان مش بتقول دي زين؟ والله والله ابنك كذاب. والله والله ابنك كذاب. شعبولي ايه؟ ايه؟ والان مع نمرة الرعب والخوف. النمرة دي بأمر وزارة الصحة ممنوع يتفرج عليها شيخ مسن ولا ست حامل ولا طفل رضيع. يعني اللي بيخاف يروح. قوم يابا ادخلني انت تاني. الله استنك انت عندك انت اسمك انت. استنى يا عم بنتي يا نوارة. مين نوارة؟ استنى يا عم الست بتاعتي لازم تجيب. انا مالي الست بتاعتك؟ نوارة مفيش حاجة تيجي. انت يا بنت ده حبيبي كده وارجع زي زمان. هات هات يا هنا. اقعد يا هنا. كنت فين يا بنت؟ كنت فين بقالك ساعة؟ اقعد يا بنت. اهدى يا حميدة. كنت فين؟ سايبني ثلاث ساعات بره لحد ما جه ثلاث شبان كان عايزين يختفوني. اكيد عندهم اكتئاب وعايزين يخلصوا من الدنيا واللي فيها ترمي. اهدى المعاملة الوحشة دي. انا من امتى عملتك حلو؟ ده احنا ايام كتب الكتاب كنت طاير بيا طير. ازاي يعني؟ كنت بتاخد صور اتفرجها لاصحابك. ايوه كنت بوريهم الجزمة الجديدة اللي هلبسها. اسكتي خلينا نشوف اللي جاي له. حزع فيا كده لحد ما اروح غضبان عند مامي في مارينا. مارينا؟ ايوه امها غرقانه هناك في مارينا. انت فاكر عندها بيت هتروح ترتاح؟ وخلي بالك ما كانتش بتعوم في مارينا وغرقت. لا كانت بتعوم في العصافره والمجاري سحبتها لحد مارينا. مامي بس خلينا نشوف. السلام عليكم. وعليكم عليك السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. نشن يا ابن النحيل. بلاش بلاش تربان عليهم غلابه. نشن النحيات. لا 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 يا كابتن. لا لا انا حامل. سلامتها. الحمد لله العيله قد هتفقد كلب النهارده. ربنا ستر. تحمل ازاي دي؟ اهلا وسهلا. انتوا منين؟ احنا عرايش. قصدك عرايشة؟ لا يا عم عرايشة تتجلى الحريم. الرجالة نقول عرايشة. وانت منين؟ هبل بقى هبل بقى. انا من الانطر. اسمها الانطرة. انطرة دي بتقل الحريم انما انطر للرجالة. والله والله دم خفيف. والله والله دم خفيف. والله والله دم خفيف. والله شيء. ايه 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 واخد راحتك اهوي. حشم يا بنت حشم. ايه اعوذ بك من الخبث والخبائث. انت ام حضرتك بتتوحم على سلعوه. حميدة. ايه مستغربة ليه؟ ده انضف كلام اتقالك من يوم ما اتولدت. ترمي بقى. معلش انا اسف يا اخ حميدة. هي تخصك؟ لا يا عم دي كلب بلدي كانت على السطح جبناها مفسحة. طب ممكن مروقة بقى ما تولد تحجز لي حجزني واحد على بوت. والله الرميه الجايه كلها ليك يا عمو على حد البيت. راضيه. هزع يا حماده يا اخويا. هزع هزع انت وهو هزع. ما هو على راي المثل المكتوب على ورق الجرجير يهزع فينا المعفن والقصير. ها خلاص بعدي كمان. ايه دي يا ساتر يا رب؟ انت منين من العريش انت؟ انا من كيلو 21. اهلا وسهلا. وحضرتك يابا؟ انا من نفس الكيلو. اهلا وسهلا. وحضرتك؟ من ربع الكيلو. ده انت حظكم حلو قوي. والله احنا جايين وعارفين ان حظنا حلو. اتفرجوا على احلى نمره لشعبولة جبار. والله ده انت اللي هتتفرج على اخر نمره لشعبولة جبار. عمه 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 يا شعبولة. ثلاث ورقات بس النطبقة. ثلاث ورقات بس النطبقة.
تاخد على اخوانا كده. يا يعني يا خبتي يا شماتة الاعداء فيك يا كواسة. شمتنا فيا يا كواسة؟ شمتنا فيك. ما انتوا كده تاخدونا لحم وترمونا عظم. لحم ايه وعظم ايه؟ طلقني. اطلقك برضو في الظروف دي بتقولي طلقني؟ على رأي اللي قال ان كان بدك تعاشر حر اسقيه قبل الحلاوة المر، ولقيته على الود القديم صابر، دب العيون من فوق رموشها وقول ده الصاحب الجد اللي ينفع للزمان ما يضر.